نيابة الأموال تبرئ الأهلي من اتهامات تركي الشيخ. كأس كورونا بطولة جديدة بمشاركة أقوى الفرق الإفريقية. ميسي يقود برشلونة للفوز لكنه يتعرض لعقوبات. في المباراة 200 لي زيدان يقود ريال مدريد أمام إيبار في أول مباريات العودة من كورونا. صدق أو لا تصدق، إمبابي يتغنى بآه يا قلبي لحكيم. بعد حرب إعلامية واتهامات متبادلة بين الطرفين، أخيراً تم حسم الخلاف بين المستشار تركي آل شيخ وإدارة النادي الأهلي، وده بعد ما برأت نيابة الأموال العامة مجلس إدارة الأهلي من كل التهم الموجهة لي من تركي آل شيخ. النيابة أصدرت قرارها وأنهت القضية بعد ما استبعدت تماماً شبهة جرائم العدوان على المال العام من قبل النادي الأهلي. وبما إننا بنعيش في زمن كورونا، فما تستغربش لو سمعت عن بطولة جديدة تحمل اسم كأس كورونا بعد عودة الجماهير للمدرجات. تقارير إعلامية كشفت عن نية الفيفا بتنظيم بطولة من 16 فريق إفريقي بيتم اختيارهم وفقاً للقاعدة الجماهيرية في القارة السمراء. البطولة هتشهد بالتأكيد مشاركة الأهلي والزمالك من مصر والرجاء والوداد من المغرب وعدد من الفرق الإفريقية القوية زي مازيمبي الكونغولي والترجي التونسي، وهيتم توزيع أرباحها على المتضررين من كورونا. أما اللي لم يتأثر بقيود كورونا وتوقف المباريات رجع من جديد لإمتاع عشاء كرة القدم بسحره الخاص، وطبعا الكلام هنا عن ميسي اللي قاد فريقه برشلونة للفوز برباعية على مايوركا في مباراة شهدت حدثين غريبين. الأول لما اقتحم مشجع أطلق على نفسه مجنون ميسي قبل ما يتم القبض عليه، والتاني خطأ كبير ارتكبه ميسي بتسليم قميصه لأحد لاعبي مايوركا بعد المباراة، وده اللي كانت منعته اللوائح الجديدة بعد استئناف المباريات. رباعية ميسي ورفقائه هتزود الضغط على المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الليلة في أول مباراة لريال مدريد بعد التوقف اللي هتكون أمام إيبار. المباراة هتكون الـ200 لزيدان على رأس القيادة الفنية للنادي الملكي اللي حقق معاه إنجازات كتير ووصلت نسبة فوزه لـ66% أمام منافس الليلة إيبار. الريال خاض قدامه 13 مواجهة سابقة وقدر يفوز بـ10 منهم، وده اللي بيأكده مناسبة للمارينجي لتقديم عرض لا يقل عما يقدمه برشلونة بالأمس. من أسطورة فرنسية لجوهرة جديدة في عالم كرة القدم، بدأت عن طريق الأساطير بشكل ناجح جدا، وهو النجم كيليان مبابي. مهاجم باريس سان جيرمان نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستغرام وهو بيسمع لأحد الأغاني الشعبية المصرية. مبابي ظهر في الفيديو وهو بيسمع أغنية آه يا قلبي للمطرب حكيم على طريقته الخاصة، بطريقة أثارت إعجاب متابعي مبابي في الوطن العربي. تابعونا عبر منصاتنا الإعلامية المختلفة بالسوشيال ميديا.